مظبوط يا بنت، انا مسافر. غار يا بغار. سلام يابا. سلام. اوعى تدوس على حد وانت ماشي يابا. مستر اصله تروبش. مش بقول لك شربات؟ يلا قولي دستور. دستور. وكمان دستور. دستور. طيب سمعي بقى ستك النشيد اللي انت حافظاه. اهلا بيكن اهلا بيكن. ايوه. يلا احنا جينا عندكن، احنا فرحانين احنا مبسوطين. مش فاهمة يعني وبعدين يعني. شكرا لكم شكرا لكم. بسم الله ما شاء الله. يلا بقى روح عند ستك، حب على ايدها عشان ترضى عنك كده. بيقول لي حب على ايدك يا ست عشان ترضى. بتقول لي وفطت كده. هي فطت كده؟ ايوه. لا ما يصحش، اجريتيها من شعرها. بيقول لي اجيبك من شعرك يا بيه واني حبيت. بتقول لي بن وصدرت صباعها في مراخيره. فين؟ في مراخيره. لا 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 ما تزعليش يا شربات. هدي بقى اللي هتنضف المكاتب. دي اللي هتنضف المكاتب؟ اه. قصدك هتوسخ المكاتب. انا ماليش علاقه، عايزه بيئه لو هتوها جبتها. خدي بالك من نفسك يا شربات. سلام يا ابو طويل. الله يخليك. انت طويل على الفاضي كده لا ولا ايه يا بت؟ في ايه؟ بتنضفوا بالسقف دي ولا ايه يا يا سلام. ايش 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 اهدى ريحتكم حلوه. انتوا عايشين هنا ولا والله انتوا عايشين في الجنه ومش حاسين بالكم؟ انا لو حدايا الوسعات كبيره دي اجيب فيها بط وارانب ويقعد. وايه الراجل مركب شباك ازاز على مناخيره ده؟ والستات قاعده في ريح الرجاله عاب. اهدى بس ريحتكم حلوه. هو ده يبقى جوز امك؟ ده تعجب الراجل مصيبه. التاني جوز امك؟ ده جوز ام انا ده. يا زناتي. ايه يا حلوه مالك بتزعق كده؟ لا زناتي يبقى جوز امك؟ بقول له يابا. وامك فين؟ وانيش دراني. بيقولوا ماتت. ماتت؟ وانيش دراني. بيقولوا كانت غزيه. غزيه؟ وانيش دراني. لقوها غرقانه في الترع. جوز امك؟ اشمعنى؟ كان حبسك فين؟ كان حبسني في كشك سيد الكلب اللي في الجنينه. مع الكلب؟ لهو انت ما دريتيش؟ وانيش دراني. مش سيد الكلب فيط واحنا سكننا بداله؟ يا سلام منتهى الانسانيه. اللي يعني قولي لي يا سيد اللي انتوا بتعملوا هنا مسخره؟ مسخره؟ ايوه يعني راس ومغنى وكده. وانت شفت الكلام ده فين؟ ببص من خرم باب الكشك وانتوا بتعملوا بلوفر. اه واحنا بنعمل بروفا. ايوه وانتوا بتعملوا بروفا. ايوه. وعديكي بقى اني اول ما اشوف الرقاصين بتوعكم بيرقصوا والمزيكا تشتغل من هنا اقعد ارعش كده زيهم. وهني شويه وهني شويه واعمل الدواريه دهيه. بس ما فيش فرامل ولا ايه؟ وانيش دراني. ما انت مسخره اهو. يعني على قد ما اوسم يا ست. مش قلت لك امك اتغزيه؟ وبعدين المثل بيقول اكفي الايدر على فمها تطلع البت. لا لا لاختيه. وبتفكري لبته يا هبله. يا سلام كل ده خرج من كشك الكلب. الا قولي لي يا ست الحين يعني ما ينفعش اطلع في التلفزيون بمنظرك ده؟ وماله منظري يا ست؟ ماني حلوه اهو. ايه يا شربات انت عمرك ما بصيتي في المرايه ابدا؟ وانيش دراني. لا احنا عندنا مرايه من اصله. اني ببص في طاسه الالومنيا واشوف ناس تتشاش معوجه كده. شربات ايه؟ فاكره اخر مره استحميتي فيها في البانيو كان امتى؟ استحميت يعني اه. عمرك ما عملتي شعرك وافير؟ ها؟ عمرك ما عملتي باديكير ومانيكير؟ ها؟ يعني شو هدومي؟ عندك غيرها؟ طبعا انت ما عندكيش المنسحه اللي انت لابساها. قصدك الفستان. واللي انت لابساه ده بسميه الفستان. امال ايه يعني بنكلون سكريتش؟ ماشي. سمعت عن حقوق الانسان؟ ها؟ الانسان. وانيش دراني. سمعت عن جمعيه الرفق بالحيوان؟ ايوه. اني اعرف الجاموسه والبغل والحمار. ودول بيعرفوا لك ايه؟
لا كده يا بنت، لا كده يا بنت اللذينة. انت بتأزقني اولاد مجنونة انت يا بنت، بتأزقني لا، مش انا اللي بهزقك، ده الزمن هو اللي بيهزقك، وكمان الزمن بتكتروا على اولاد اللذينة. معلش يا شباب. ايوه ما بتكتروا على ليه يا اولاد يا شباب. يا بنت لا بلاش الكرباج، لا الكرباج اهدى اهدى بالليل، لا يا مفترية. اصدقي انا اما معلش يا شربات نسيت عليا قوي. ان شاء الله يخليكي. بصي يا شربات، رد على المهبول. اي يا زبيه اللي انت جايبها دي تحفه. طب خلاص انا اتصرف معاها، يلا باي باي. هاي يا ست، هتشغليني في التلفزيون؟ بصي يا شربات، من النهارده انا مش هسيبك، هحميك، هسرحك، هنضفك. سرحيني نضفيني، هعلمك، هنورك. علميني نوريني. توعديني تفهميني؟ وانا مش دراني. اوه ما تقوليهاش. كشكشه ما تعرضهاش. ايه؟ كشكشه يا اختي ما تعرضهاش. ماشي يا شربات. بصي يا شربات، انا زيزي، قولي لي يا زيزي. ست زيزي. لا قولي زيزي بس، قولي أسفة. أسفة؟ أنا مين؟ أسفة. خليكي معايا. إيوة ماني معاك. أهم حاجة في الدنيا الثقة بالنفس. يعني إيه؟ يعني تعملي زي وتقلديني. إيوة أني واثقة من نفسي. غرور. إيوة المرور. إيوة غطرسة. فرفاسة. فرفاسة ايه يا بنت؟ اعمل ايه يعني؟ اتنفخيلي. اتنفخ؟ ايه ده، انت كده هتفرقعي. وحش يعني يا ست؟ لا انت كده اكسلنت. يا بنت اللذينة بتأزقني تاني. يا بنت اكسلنت، انا ناجحة بامتياز. الحمد لله يا جماعة اني اكسلنت. بتغني؟ ايوه. وبترقصي؟ ايوه. حافظة ايه؟ اهلا بيكا، اهلا بيكا. يا اللي احنا جنب. يا بنت اللذينة ولا يا مجنونة انت. انت بلديات يا بيه؟ بس مش حافظه اي حاجه تانية؟ ايوه يا ست، انا حافظه واني ماشيه. عن اذنكم عن اذنكم يا اللي احنا كنا عندكم، احنا فرحانين واحنا مبسوطين. مش بقولك بلديات يا بيه؟ بس حاجة ليا، مش حافظة حاجة ليا؟ ايه واني حافظة الاستعباط بتاعك. استعباط؟ جالك دوار ولا ايه؟ بس طب يلا نعمل الاستعباط بتاعك. ايوه. We'll be right back.
بحبك 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 قوي حقيقي يا صاحبي بموت فيك قوي خايف خايف يصحينا الزمان انت في مكان وانا في مكان خايف يصحينا الزمان انت في مكان وانا في مكان استعراض هايل استعراض عظيم استعراض ممتاز سيبهم يهنوا سيبهم يهنوا ميرسي 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 اخي هايل يا فندم مش معقول ميرسي ايه الابداع ده كله انت اللي عامل الابداع ده اه حاجه عظيمه لازم اهنيك بس اعمل تليفون وافضلك حالا لا براحتك اوكي الو انا هدغدغ الدنيا ده حقك انا هكسر الكون حد قدك انا هجيب عليها وطيها بعد اللي عملته طبعا. انت عارف لو انت في بطن الحوت هجيبك لازم تجيبه انت عارف لو انت في شق التعبان هعبر التعبان شخصيا هو اللي يجيبك لازم تجيبه انت عارف لو انت في بطن الفرخه بيضه هبيضك الحاجه الوحيده اللي ممكن ترحمك من ايدي حاجه واحده بس ايه انك تنتحر ايه مش عارف تنتحر ازاي مش عندك مسدس عمر المسدس حط المسدس في دماغك دوس على الزنات اي مات مين ده يا فندم اللي بعده حرمته النبي في ايه مش شايف مش شايف ابو شيدك مش شايف في ايه في ايه استاذ عزب استاذ عزب اهو تعال يا حبيبي استاذ عزب مالك ابو شيدك يا بيه ايه اللي حصل انا مش هعمل كده تاني ايه اللي حصل ما اعرفش يا بيه حصل حاجه اه رجلي رجلي ابو شيدك رجلي رجلي ايه ده وداني 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 قول لي بقى قلت لي عايز تصور الاعلان فين يا حبيبي برج ايفل في باريس يا بيه والله عزبة النخل تنفع قد كلها حتت بتاعه ربنا يا باشا عارف مين ده ايوه الاستاذ فتحي أه؟ مخرج المحطه الفضائيه بتاعتنا عارفه يا فندم كل ما اقول له على اعلان يقول لي اصوره في باريس ليه بعمل اعلان عن الصابون يقول لي اصوره في باريس بعمل اعلان عن البطاطس يقول لي باريس بعمل اعلان عن البلهارسيا تقول لي باريس مش معنى باريس يلا انا يا بيه قلت اكتبها رغبه اولى جت جت ما جتش خلاص اي حته يا باشا والله لا برافو زوري زوري بقى ابو سيدك قول انا حمار ده انا ستي حمار قول له انت حمار انت حمار شعري شعري بقى شعري انت حمار عيني عيني هو جسمه كله هنا حضرتك هي دي تركيبته ارموه برا اخبر يا باشا اخبر عزب ايه برا هربت هربت والنبي ابو سيدك هربت 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 اللي بعده حرمت ممكن استخدم الموبايل بتاع حضرتك تستخدم الموبايل بتاعنا اه ما اقدرش انا كارت عايز اودع اهلي يا فندم ما تستعجلش هتودعهم كلهم مستعجل على ايه طب اسيب لهم مسد كول بس والله انا هخليك مسج اساسا ليه يا فندم انت تعمل فيا انا كده انا عملت حاجه بقى انا عزب شديد صاحب اجر محطه فضائيه في الشرق الاوسط كله
تطلعني قدام الناس كده على الهوا وانا لابس لبس المسخره اللي انت شايفه ده واقول الكلام الاهبل اللي انت مألفه؟ اهبل؟ اه طبعا اهبل. ليه؟ سيبك من الكلام. حاضر. ايه حكايه جوز العيال نازلين من على السلم دول وكل واحد رابط ايده بفتله مع التاني ويقول له بحبك 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 قوي؟ مين دول يالا؟ ده انا وصاحبي مفتيح. صاحبك مين؟ مفتيح. اقعد قول مفتيح كده لغايه ما يجيلك بواسير في يوم من الايام. يا فندم اللي حضرتك شفته ده حكايه واقعيه حصلت لي انا وصاحبي من واحنا عيال صغيرين كنا رابطين بعضنا في فتله زي ديت. ايوه. وكل حاجه النص بالنص في كل حاجه. بتقسموا كل حاجه سوا. ايوه يا فندم. بلاش افكار مساطيل. ليه؟ في حد في الزمن المادي اللي احنا فيه ده بيقسم اللقمه حتى مع اخوه؟ انا مستعد اقسم عمري مع صاحبي. عمرك على عمر صاحبك ما يسووش باريزه على بعض، هتقسموه ازاي؟ هو شيلن وانا شيلن. انت بتستعبط؟ لا انا بستهبل. واضح انك بتستهبل، انا كمان هستهبل معاك. قول لي بقى. نعم. انت صاحبك ده بقى كل حاجه بتقسموها سوا؟ ايوه من واحنا عيال صغيرين كل حاجه النص بالنص. صاحبي صاحبي. جميل انا موافق. طب افرض بقى انك انت يعني وصاحبك عايزين تروحوا تصيفوا في مكان. حلو حلو. كان لطيف كده تصيفوا وتبلبطوا. ايوه. وعايزين تنزلوا الميه. وعندكم مايو واحد. ايوه. هتقسموه ازاي؟ نعم. اصل ياما انا وصاحبي قسمنا مايو. يا ما انت وصاحبك قسمتوا مايو؟ اقول لك فين؟ فين؟ في اسكندريه. لا والله. اقول لك فين بالتحديد؟ يا ريت. في البحر. يخرب بيتك.